السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاي طلابي، ان شاء الله ربي تكونوا بخير وانتم راكم تشوفوا في هذا الفيديو على قناتي باب الامل يوتيوب. حبيت نخرج نقول لكم باللي درتي العربيه الشريعه الماد الانجلي درك طيشوا عليكم، ما تخموش فيهم، ركزوا على واش بقى عندكم سيونس فرونسي اجتماعيات فيزيك فلسفه، هادو مهمين ويقدروا يعاونوكم. السيونس معامل تاعها كبير وكامل على بالكم، تقدروا تطلعوا بها، تقدروا تخدموا بها، لذلك ركزوا على واش بقى لكم. طيشوا عليكم اللي فات مات، ما تبقاوش تخموا في لي ربعه اللي عداو دوكا سي بون، قطعوا عليكم طيشوا عليكم، ما تناقشوش، ما تطلعش وتهبط قداه نديو بالك غلطه بالك صحيحه اجابتي بالك نحوس على التصحيح نحوس منو من هادو كامل صدقوني يهبطوا معنوياتكم، وقادر اجابتك صحيحه واجابه زميلك غلطه بصح حتى المنتج تكون ناقشتي وتقلق في روحك ضيع عليك لي موديل اللي بقاو. ليسونسييل ركزوا على واش بقى لكم، ديروا الكونفيونس في نفوسكم وربي معاكم ان شاء الله، ما تقلقوش، ديروا قانون التسليم، كل ماده تفضها نسلمها ربي عز وجل. انا اللي عليا قريت وتعبت وراح نعقب نحاول نركز وندير اللي عليا في الامتحان، نحط واش عندي ونركز. من بعد إل فونتا سي بون، يعني فضيتي من التعقب ما بقاتش يعني عقبتها سي بون، نسلم الورقه نخرج من القاعه ما بقاتش خاص نناقش ونكسر راسي معاها، ولا نخليها ربي سبحانه مدبرها وميسرها ان شاء الله. ربي الخير ما يجيب غير الخير، اتكلوا عليه وثقوا به ومعاك ان شاء الله كامل. ركزوا في واش بقى، ريفيزيو واش بقى، وما تقلقوش، وبون كوراج مزيلاف، ودمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.